السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inorganic Chemistry 1, Haider Kawazi, Lecture 6. Basic Quantum Mechanics and Atomic Structure. من المواضيع السابقة اكتشف أن طاقات المدارات التي تثمن في درجة فيها الإلكترون ذات كميات محددة quantized, وأنه عند التعامل مع الإلكترون في الذرة فإنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الصفة الموجودة للجسيمات المتحركة. ويبقى التساؤل حول آلية التعامل مع المعادلات الموجية بهذه الصيغة، ويكون الجواب لهذا التساؤل هو بتطبيق أسس وطرق ميكانيكا الكم أو ميكانيكا الموجات quantum mechanics or wave mechanics. وسنبين في هذا الفصل جزء مختصر ويسير من هذا الموضوع المهم. postulates الفرضيات لغرض معرفة وإيجاد طرق عمل نظام معين في أساسيات ميكانيكا الكم، تم وضع مجموعة من الفرضيات، وتم أيضا تطوير الفرضيات الموضوعة وتزود القارئ بنقطة بداية تساعد في بدء دراسة الموضوع. ولبعض المصادر في ميكانيكا الكم فإنها تعطي مجموعة محددة ودقيقة جدا من القواعد وترجم المعادلات ونتائجها، ومن الممكن أن يكون أغلب ذلك غير ضروري في هذه المرحلة الدراسية المبكرة من الكيمياء غير العضوية. وفيما يلي سوف نعرض لكم فرضيات ميكانيكا الكم وتطبيقاتها وترجم قوانينها بشكل مختصر، وبالإمكان الرجوع إلى أحد المصادر المتخصصة في هذا الموضوع إذا ما أراد القارئ التعمق أكثر في هذه الفرضيات أساسيات تطبيقها وترجمتها. postulate 1 الفرضية الأولى، لأي حالة محتملة في نظام معين توجد دالة وظيفية موجية بساي، وهي دالة وظيفية لأجزاء النظام والوقت والتي تصف النظام بصورة متكاملة. وهذه الفرضية وضعت الحجر الأساس لإمكانية وصف النظام بطريقة رياضية أو بصورة رياضية. وإذا تم استخدام المتناسقات الكارتيزية لوصف نظام معين، فإن الدالة الوظيفية بساي سوف تحتوي هذه المتناسقات ودالة الوقت كمتغير. ولأي نظام بسيط يتكون من جسيم واحد، فإن الدالة الوظيفية بساي تعرف باسم الدالة الموجية wave function، ويمكن أن تمثل بالمعادلة التالية psi is equal to psi xyz t لنظام يحتوي جسيم واحد. الwave function تمثل بال psi is equal to psi xyz t. إذا ما احتوى النظام وتكون النظام من جسيمين اثنين، فإن المتناسقات للنظام يجب أن تكون محددة لكل جسيم. وعليه فإن معادلة دالة الموجة يمكن أن تكتب بشكل التالي psi is equal to psi x1 y1 z1 x2 y2 z2 t، وتمثل الصيغة العامة لدالة الموجة بالمعادلة التالية psi is equal to psi qi multiplied by t. وفيه تمثل الـ qi متناسقات ملائمة لنظام معين، وعندما تكون متناسقات غير محددة فإن قيمة الدالة تكون عامة، لأن الدالة بساي تصف النظام في حالة معينة فقط، تدعى بحالة الكم الكوانتم ستيت، وتدعى بساي في هذه الحالة بدالة الحالة الستيت فانكشن أو بدالة موجة كاملة complete wave function. وهنا نحتاج إلى ترجمة فيزيائية لدالة الموجة وإلى علاقتها مع حالة النظام. ومن الممكن اعتبار مربع دالة الموجة بساي سكوير دالة نسبية لاحتمالية إيجاد أجزاء النظام في منطقة محددة من الفضاء. ولبعض المسائل في ميكانيكا الكم تبرز المعادلات التفاضلية لإيجاد حلول من الممكن أن تكون معقدة تحتوي زيز تخيلي i is equal to square root of minus 1. وفي حالة مماثلة يجب استخدام حاصل ضرب الدالتين psi multiplied by psi star للتخلص من الجزء التخيلي بدلا من القيام بعملية التربيع. وتمثل الدالة psi square أو sorry psi star القرين المعقد للدالة psi. psi star تمثل القرين المعقد للدالة psi. ويمكن تعريف القرين المعقد لدالة ما على أنه الدالة التي تنتج عندما يتم استبدال الجزء التخيلي i بالبديل minus i. وعلى سبيل المثال إذا أجريت عملية تربيع الدالة i plus ib، فإن الناتج سيكون كالتالي i plus ib square is equal to a square plus 2ib plus i square b square and that will be equal to a square plus 2aib minus b square. ولأن التعبير النهائي يحتوي على جزء تخيلي i 2iib، فإن الدالة ما تزال دالة مؤقتة. وعلى سبيل الافتراض إذا ما تم ضرب الدالة i plus ib بدالتها القرينة i minus ib، فإن الناتج النهائي سيكون دالة حقيقية لا تحتوي على جزء تخيلي i plus ib multiplied by a minus ib is equal to a square minus
I square B square, and that will be equal to A square plus B square. ولأن الدالة الناتجة في الحالة الثانية هي دالة حقيقية لا تحتوي على أي جزء تخيلي، فإننا نستخدم حاصل ضرب الدالتين بساي مالتبلايد باي بساي ستار بدلا من التربيع بساي سكوير، على الرغم من أنه الدالة بساي دالة حقيقية وكلتا الحالتين أو كلتا الدالتين لهما قيمة واحدة. ولنظام معين يتكون من عدد من الجسيمات، فإنه يوجد تأكيد حول وجود هذه الجسيمات في مكان ما في مكان ما في النظام، وأن احتمالية تواجد جسيم في عنصر الحجم و دي تاو يمكن نعطى بالعلاقة التالية بساي ستار مالتبلاي باي بساي دي تاو، تكون الاحتمالية كلية من حاصل تكامل العلاقة integration is equal to psi multiplied by star psi star d tau. ولا أي حدث مستحيل الحصول، بالنسبة فإن لديه احتمالية 9.0. الحدث إذا لا يمكن حدوثه the possibilities is zero، بينما certain actions possibilities equal to one، ولكن الأحداث المؤكدة أو الأفعال المؤكدة لديها احتمالية رياضية 9.1. والجزئية معطاة في نظام معين، فإن نسبة إيجاد جسيم في عنصر الحجم الكلي للنظام يجب أن تضاف لقيمة الواحد الصحيح، وبالتأكيد يتم ذلك من خلال جمع عناصر الحجم من خلال عملية التكامل كما يمثل في العلاقة التالية integration of the all space، تكامل كل الفضاء اللي يمكن تواجد فيه الجسيم أو الجسيمات psi star multiplied by psi d tau is equal to 1. وعندما يتم الوصول إلى هذه الحالة نستطيع القول بأن الدالة الموجة psi طبيعية، وفي الواقع فإن ما سبق يمثل التعريف لدالة الموجة الطبيعية. وعلى كل حال توجد متطلبات أخرى لدالة الموجة لتكون مثالية السلوك، فمثلا عندما يكون التكامل أعلاه مساوي إلى قيمة الواحد الصحيح، فإن دالة الموجة لا يمكن أن تكون غير منتهية، ونتيجة لذلك يجب أن تكون الدالة بساي منتهية، ويوجد محدد آخر على الدالة الموجية بساي يعود لحقيقة أن توجد احتمالية واحدة فقط لإيجاد جسيم في فضاء محدد. فعلى سبيل المثال يوجد احتمال إيجاد إلكترون واحد فقط على بعد مسافة معينة ومحددة من نواذج الهيدروجين التي هي فقط البروتون في حالة الايزوتوب 1-1. ولهذا السبب فإن الدالة الموجية يجب أن تكون أحادية القيمة ذات قيمة واحدة ينتج قيمة أحادية أو احتمالية واحدة فقط. وأخيرا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه الاحتمالية لا تتنوع بشكل مفاجئ، وعند زيادة المسافة بنسبة 1% فقط فإننا لا نتوقع زيادة بنسبة 50% من الاحتمالية. والمتطلب يمكن أن يعبر عنه أن الدالة الموجية بساي يجب أن تكون مستمرة، والاحتمالية تتنوع في بعض الأنماط المستمرة وليست مفاجئة، وتكون دالة الحالة نموذجية إذا كانت منتهية وحادية القيمة مستمرة. دالة الحالة تكون نموذجية إذا كانت منتهية وحادية القيمة ومستمرة. ويوجد مفهوم آخر يؤخذ بالاعتبار ويأثر على الدالة الموجية، وهو الأورثوغوناليتي تعامد. إذا كانت الدالة phi 1 و phi 2 مرتبطة به integration of phi 1 star phi 2 d tau or integration of phi 1 phi 2 star d tau is equal to 1، ويمكن أن تسمى الدوال متعامدة حين ذاك. وفي هذه الحالة فإن تغيير حدود التكامل يمكن أن تقدر وجود العلاقة التعاملية من عدمها، والمتناسقات الكارتيزية الكارتيزيان الكوردينيتس فإن حدود التكامل تتراوح ما بين السالب غير النهاية إلى موجب غير النهاية minus infinity to positive infinity for the coordinates x, y and z. لنظام يوضح بالمصطلح أو لنظام عفوا يوصف بالمصطلح متناسقات قطبية r, theta and phi، وتقع حدود التكامل لهذه المتغيرات ما بين 0 to 2 pi 0 to pi 0 to infinity على التوالي. postulate 2 الفرضية الثانية، لكل متغير ديناميكي أو المتغير الكلاسيكي classical observable يوجد عامل متناظر corresponding operator، وتعتمد ميكانيكا الكم على العوامل، ويمكن أن يعرف العامل على أنه الرمز الذي يدل على وجود إجراء عملية حسابية، مثلا x power 0.5 يدل على إجراء عملية الجذر التربيعي للمتغير x. الكميات الفيزيائية مثلا الزخم momentum الزخم الزاوي الانجلر مومنتم، او متناسقات الموقع البوزيشن كوردينيتس والطاقه انرجي، لانها تعرف باسم الدايناميكال فاريبلز
المتغيرات الديناميكية Dynamical Variables، وهي تعتبر أيضا متغيرات كلاسيكية للنظام Classical Observable for a System، Classical Observable for a System. وفي كل كمية تمتلك عامل مماثل في ميكانيكا الكم، وتكون المتناسقات متطابقة تماما في الصيغة العامة والكلاسيكية. وعلى سبيل المثال، فإن المتناسق R Radius يمثل ببساطة المتناسق R في كلتا الحالتين. وبالمقابل فإن عامل الزخم في الاتجاه X يمثل بالدالة PX، ويمثل أيضا ب H bar divided on I divided on D on the DX، بينما يكون العامل المكون Z للزخم الزاوي في المتناسق القطبي H bar on I divided on D on D phi. ويمكن تمثيل الطاقة الحركية الكينيتيك انرجي في النظام الكلاسيكي بالعلاقة half mv square. ويمكن أن تكتب بصيغة الزخم P كالتالي P square on 2m. ويمكن أن أن نصل إلى عامل الطاقة الحركية بمصطلحات عامل الزخم. ويبين الجدول اللاحق بعض العوامل المهمة لدراسة المقدمة حول ميكانيكا الكم. ويجب الانتباه إلى أن دالة الدالة للطاقة الحركية اللي تم الحصول عليها من عامل الزخم، لأن الطاقة الحركية T يمكن يعبر عنها بالعلاقة P سكوير عن 2M، وأن العامل للطاقة الكامنة يتم التعبير عنها بدلالة المتناسقات العامة QI، لأن صيغة الطاقة الكامنة تعتمد على النظام. مثلا الإلكترون في ذرة الهيدروجين يمتلك طاقة كامنة تساوي مقدار ماينس E سكوير عن R، حيث تمثل الإي شحنة الإلكترون، وعليه فإن العامل للطاقة الكامنة يبقى ببساطة ماينس E سكوير ديفايد من R دون تغير عن صيغة الكلاسيكية. Table 2.1 Some common operators in quantum mechanics. Table 2.1 from inorganic chemistry, James E. House. Quantity, symbol used operator form. For the quantity, we see the coordinates, symbol used x, y, z, r. Operator form x, y, z, r. For the momentum, هنا المتناسقات، هنا المومنتم الزخم x, y, z. Px, py, pz, h bar on I multiplied by partial on partial x, h bar on I partial on partial y, h bar on I partial on partial z. Kinetic energy, p squared on the 2m minus h bar squared divided on 2m multiplied by partial squared for the x in addition to partial squared for the y in addition to partial squared for the z. For the kinetic energy, T is equal to minus h bar on I multiplied by partial divided on partial T. For the potential energy, symbol is V. V is QI. For the angular momentum, L for the Cartesian, H bar on I multiplied by X partial on partial Y minus Y partial on partial X. LZ for the polar, H bar on I multiplied by partial on partial Phi. ويمكن التعبير عن العوامل التي تمتلك خصائص بالمصطلحات الرياضية التالية. إذا كان العامل خطي، إذا كان linear operator، فإنه alpha is equal to alpha divided by phi 1 in addition to phi 2. And that will be equal to alpha phi 1 plus alpha phi 2. حيث تمثل alpha 1 و alpha 2 أو phi 1 sorry و phi 2 دوال تتأثر بالعامل alpha، وتستخدم خاصية أخرى للعوامل بصورة شائعة في مكان الكم عندما يمثل المقدار C constant ثابت. إذن يكون هنا alpha C phi is equal to C alpha phi. ويعد العامل هيرميشن إذا تحققت علاقة تالية هيرميشن operator integration phi 1 star alpha phi 2 d tau is equal to integration of phi 2 alpha phi star d tau. ويمكن أن يلاحظ العامل انه الفا، يمكن نلاحظ العامل الفا طابق في هذه الحاله، وتكون الكميات المحتسبه حقيقيه بدلا من تكون معقده او تخيليه. وعلى الرغم من انه هذا التصريح قد تم من غير اثبات، الا ان العوامل اللاحقه التي ستناقش تخضع وتطابق حاله الهرمشه. هنا يجب أن نضيف الرقم 1 صحح هذه المعادلة
صحيح ويعد العامل هرمشن اذا تحققت العلاقه التاليه هرمشن اوبريتر انتجريشن الفا 1 ستار فاي 1 ستار سوري الفا فاي 2 دي تاو از ايكوال تو انتجريشن اوف فاي 2 الفا فاي 1 ستار دي تاو. ويمكن ان يلاحظ انه العامل الفا يطابق هذه الحاله وتكون الكميات المحتسبه حقيقيه بدلا من ان تكون معقده او تخيليه. وعلى الرغم من ان هذا التصريح قد تم من غير اثبات الا ان كل العوامل اللاحقه التي ستتناقش تخضع وتطابق حاله الهرمشن. Postulate 3 القيم المسموحه في المتغير الديناميكي يمكن ان تعطى او تكون ناتج الداله الفا فاي اي فاي وتمثل الفا عامل متجانس مع المتغير الديناميكي الذي تكون حدود المسموحه الفا وفاي دوال وظيفيه ذاتيه eigen function للعامل الفا. وعندما يتم اختصار وتقسيط الفرضيه الثالثه الفا is operator wave function a is constant eigen function الفا او سوري هنا الفا هنا فاي فاي is wave function so الفا فاي a فاي operator wave function eigen function wave function. وعندما يؤثر العامل على الداله الموجيه سوف ينتج ثابت الوقت للدالة الموجية الأساسية، ويمكن أن تكون الدالة وظيفية ذاتية لذلك العامل. وفي منطق التعبير بالمعادلات الرياضية السابقة يتم توضيح أن ما يؤثر العامل ألفا على الدالة فاي، فإن الناتج سيكون الثابت أي الذي يؤقت الدالة الموجية الأساسية، وعليه فإن فاي دالة وظيفية ذاتية للعامل ألفا بالقيمة الذاتية eigen value. ونستطيع أن نتخذ بعض الأمثلة لتوضيح هذه الأفكار المطروحة. لنفترض أنه الفاي is equal to exponential AX ومثل الـ A ثابت والعامل الفا يساوي الفا is equal to D divided on DX. إذن العلاقة يمكن أن تترجم بالشكل التالي D phi divided on DX is equal to A exponential AX and that will be equal to constant exponential power AX. ونستطيع أن نرى أن الدالة exponential AX هي دالة وظيفية ذاتية للعامل d divided on dx مع قيمة ذاتية للثابت a إذا ما أخذ بالاعتبار تأثير العامل power 2 على ذات الدالة فإنه الناتج سيكون exponential ax power 2 is equal to exponential power 2 2ax power 2ax. والعلاقة الرياضية الأخيرة لا تمثل الدالة الأساسية مضروبة بثابت، وعليه فإن exponential ax ليست وظيفية ذاتية لتأثير التربيع. وعندما نعتبر أن الإكسبوتنشال اي ان فاي عندما يتل الان ثابت يتأثر بالعامل المكون زد الزخم الزاوي فإنه الـ h bar on i is equal to d on the d tau وتساوي قيمة الـ h bar on the h on 2 bar وتساوي قيمة الـ h bar h divides on 2 pi. فإن العلاقة الرياضية تمثل بالشكل التالي h bar on i multiplied by d إكسبوتنشال اي ان phi divided on d phi is equal to n h bar divided on i exponential i n phi. والتي تبين ان الداله exponential i n phi وظيفيه ذاتيه للعامل من مكون زخم الزاويه زد. وهذه تعد من اهم التقنيات في ميكانيك الكم التي تعرف باسم طريقه الاختلافات الفاريشن ميثود طريقه الاختلافات من اهم الطرق في ميكانيك الكم تعرف بطريقه الاختلافات الفاريشن ميثود والتي تزود طريقة لبدء الدالة الموجية وأيضا لحساب قيمة الخاصية المتغير الديناميكي أو المتغير الكلاسيكي بواسطة استخدام العامل للدالة المعنية. وتبدأ طريقة الاختلافات بالمعادلة alpha phi is equal to a phi وعند ضرب كلا الطرفين بالمقدار phi square فإن المعادلة تصبح كالتالي phi star alpha phi is equal to phi star a phi. ولأن ألفا تعتبر عامل فإنه ليس بالضرورة أن يتساوى الطرفان. فاي ستار أي ألفا is not necessarily to be equal to فاي ألفا فاي ستار. وكذلك الحال في كتابة الرموز وعكسها. وتعتبر العلاقة التالية أو تعبر العلاقة التالية عن تكامل في كل الفضاء integration of all space فاي ستار ألفا فاي دي تاو is equal to integration phi star alpha phi d tau. ويكون
ترتيب القيم في البوست محمية لأنه ألقى عامل، وعلى سبيل المثال إذا كان العامل d divided on the dx فإنه من السهولة أن يرى التالي 2x multiplied by d divided on dx multiplied by 2x that will be equal for the tx 2x divided multiplied by the 2 and the overall result will be 4x. والعلاقة السابقة لا تتطابق مع نتائج العلاقة التالية d divided on the dx multiplied by 2x multiplied by the 2x that will be d divided on the dx multiplied by the 4x squared and that final result will be 8x. وإذا كانت الدالة دالة الحالة phi ذات قيمة طبيعية فإنه المقام من العلاقة التالية a يساوي integration phi star alpha phi d tau divided on integration phi star phi d tau يكون مساوي لقيمة الواحد الصحيح. هذا الطرف إذا كان مساوي للواحد الصحيح فإن قيمة الـ A تساوي integration phi star alpha phi d tau. وتعرف القيمة المحتسبة باستخدام هذه الطريقة باسم القيمة المتوقعة الـ expectation value or average value أو تسمى معدل القيمة، ويمكن استدعائها بواسطة A وتساوي قيمة العامل المستخدم قيمة المتغير المحتسب. ويمكن استخدام ذات الطريقة التي بينا سابقا للتفصيل مثال مهم جدا عن دراسة بنية الذرة وفي المتناسقات القطبية، فإن الدالة الموجية الطبيعية للإلكترون الحالة الأولى في ذرة الهيدروجين تمثل بالعلاقة التالية ال psi for the 1s is equal to 1 divided on square root of the pi multiplied by 1 a node power 3.2 it is potential minus r divided on the a node and that will be equal to pi 1s star or pi star 1s. وفيها يساوي الثابت a node نصف قطر بار. ويجب الانتباه الى ان دالة الحالة تكون حقيقية لا تحتوي جزء تخيلي، وعليه تكون القيم psi star and psi متطابقة، وبالاعتماد على ذلك نستطيع حساب معدل قيمة نصف القطر للمدار الاول بالعلاقة التالية الريديس او الار يساوي الانتجريشن pi star operator pi d tau. ويكون العامل R ببساطة هو ذات العامل الصيغة الكلاسيكية عنصر الحجم d tau في المتناسقات القطبية d tau is equal to r square sine theta dr d theta d phi. وعند التعويض لعامل الحجم تتكون المعادلة التالية r integration from 0 to infinity integration from 0 to pi integration from 0 to 2 pi that will be equal to 1 divided on the square root for the pi 1 on the AO power 3.2 exponential minus R AO divided or multiplied by the R 1 divided on the square root of the pi multiplied by 1 AO power 3.2 multiplied by exponential minus R on the AO R square sine theta DR D theta D phi. وعلى الرغم من التكامل الوهم الأولى يبدو صعب التقييم إلا أن التكامل يصبح أبسط عندما يتم دمج بعض العوامل مثلا الـ R square هنا يتم اختصارها R square مع الـ R يتم دمجها هنا وأيضا الـ AO مع الـ pi الـ AO هنا AO هنا مع الـ pi لتصبح المعادلة بشكل التالي الـ radius integration from 0 to infinity 0 to pi 0 to 2 pi 1 divided on 1 divided on pi a note cubic or power 3 exponential minus 2r on AO r power 3 sine theta dr d theta d phi. ونستطيع التفصيل أكثر بواسطة إعادة تطبيق العلاقة التفاضل والتكامل لينتج integration fx gy dx dy that will be integration fx dx integration gy dy والتي تسمح لنا بإعادة كتابة الصيغة التكامل بالصيغة التالية الـ R is equal to integration 0 to pi 0 to infinity sorry 1 divided on pi a naught power 3 exponential minus 2r a naught r power 3 dr integration from 0 to pi 0 to 2 pi sine theta d phi. ومن جدول التكامل يصبح من السهل التأكد من التكامل يتكون من تناسقات الزوايا والتي من الممكن أن تقدر لينتج المقدار 4 pi. وأيضا من جدول التكامل نستطيع استنتاج أن دالة التكامل الأس يمكن تقديرها بواسطة استخدام الصيغة الأساسية
integration from 0 to infinity, x power n, x potential minus bx, dx is equal to n divided on the b power n plus 1. وبداية تقدير التكامل فإن الـ n يساوي 3, الـ b يساوي 2 تقسيم الـ a naught, b is equal to 2 divided on the a o, and a is 3. وعليه فإن التكامل الأس مثل بالمعادلة التالية اللي أمامك. وبالتعويض التكامل التبسيط نستنتج التالي: r is equal to 3 divided on 2 i naught, إنه الـ radius يساوي 3 على 2 مضروب في الـ a naught, والـ a naught يمثل نصف قطر بور والذي يساوي 0.529 angstrom, والقيمة المتوقعة لنصف قطر الأوربيتال 1s هي 1.5 المسافة المذكورة آنفا. ونلاحظ أن المسافة ونلاحظ عفوا أن المسألة معقدة تصبح أكثر ببساطة, أو في هذه الحالة فإن البحث عن التكاملين في الجدول وإزالة الدوال الغير ضرورية من الممكن أن يجعلنا نتعامل مع عدد لا بأس به من الأساسيات ميكانيكية. شكرا جزيلا لإصغائكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.